تعريف إعادة التموضع في قاموس القوات المشتركة متجسد في هذا المشهد. أطقم عسكرية تعدو ميادين الشرف والبطولة، عليها رجال ذو بأس شديد وأيديهم تقذف نارا وعلى الزناد، لتمطر الميليشيا بوابل من الرصاص وتلاحق فلولها جنوبي الحديدة وغربي تعز. أيام فقط على إعادة انتشار القوات المشتركة بعيدا عن المناطق المحكومة باتفاق السويد، وإذ بأولى ثمار النصر تهل من مديرية حيص جنوبي الحديدة، عملية عسكرية خاطفة للقوات المشتركة ومن عدة محاور خلال اليومين الماضيين تكللت بتطهير مناطق واسعة هي مصنع الطوب، وادي وسوق ضمي، وادي عرفان، وجبل الغازية الاستراتيجي، وصولا إلى جبل البراشة المطل على منطقة ضمي، بالإضافة إلى مواقع استراتيجية في مختلف جهات المديرية ظلت الميليشيات الحوثية متمركزة فيها طيلة السبع سنوات الماضية. نحن طبعا وصلنا إلى منطقة ضمي ونقطة ضمي الاستراتيجية التي كان يقطنها الوقائيين من الميليشيا الحوثية، وكانوا يتخذون منها مركزا للأمن، وكذلك بعملية خاطفة وسريعة الألوية العمالقة تم تحرير هذه المناطق مع جبل الغازي الاستراتيجي، وكذلك وصولا إلى جبل البراشة المطل على منطقة ضمي. وهذه أمامكم نقطة ضمي الاستراتيجية المعروفة جنوب مدينة حيص بالحديدة. أبطال القوات المشتركة واصلوا ملاحقة فلول الميليشيا شرقي مديرية حيص حتى دحرها إلى ما بعد نقطة سقم ضمن الطريق المؤدي إلى مفرق العدين بمحافظة إب، كما جرى التوغل في منطقة نخل الواقع ضمن الحدود الإدارية لمديرية مقبنة بمحافظة تعز. وشرعت وحدات نوعية من القوات المشتركة في فتح الطرقات الرابطة بين محافظة تعز والحديدة وتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية. في عمل ضغط قام أبطال اللواء الثاني حدات الجمهورية بتطهير والسيطرة على السلسلة الجبلية التي كان يستخدمها عناصر الحوثي، وبعد السيطرة عليها سيتم إعداد عملية مواصلة تطهير ما خلف هذه السلسلة الجبلية حتى كوف مران. القوات المشتركة ورغم إهدار 3 سنوات من قوتها نتيجة تمسك الحكومة باتفاق ستوكهولم، فإنها وجدت أن الوقت لم يفت بعد لتصحيح مسار المعركة الوطنية وتوجيه جحافلها الأبطال لمؤازرة إخوانهم في بقية الجبهات، والبداية من التطهير الكامل لمديرية حيص التي دفعت فاتورة اتفاق السويد باهظاً كأكثر المديريات عرضة للقصف والدمار بقذائف ميليشيا الحوثي. أبطال القوات المشتركة بعد تحللهم من اتفاق السويد اتضحت الرؤية لديهم وباتت أهدافهم واضحة، معيدين إلى الأذهان الزخم الوطني قبل ديسمبر 2018، ومخرسين الأصوات التي تخادمت مع الميليشيا وشككت في إخلاصهم وتضحياتهم، مؤكدين من ميادين القتال أن الأيام المقبلة حبلى بالأخبار الطيبة للقوى الوطنية. بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن.